حكايات حكايات. التعليم في مصر والمناهج والكتب مش بتؤهلك للمستقبل ولا لسوق العمل. حصص في الفصل وكل الكلام ده ملوش اي علاقة اصلا بالتعليم. باخد برضو تاريخ بس بتاع امريكا. الحصة تفاصيلها زهق اي حد. التعليم كله معتمد على الدروس الخصوصية. انا كمدرس احتوي الطالب، اديله مساحته من خلال اطار معين. الشخصية القوية هي اللي تكون فاردة راسها. دابا هو الحس بخلي عندي الصورة اللي عنده عليا هو أنه ذاك الأستاذ المتسلط. بعد مرات اللي تخليه كيكره ديك المادة. أنا ضد ذاك الجانب اللي كيركز على الزجر. العام اللي فات طرا لي واحد المشكل، رجعت مشاغب مشاغب مجلس الإدارة دز فيه ثلاثة المرات. بنزل من البيت الساعة 8 الا ربع، المفروض ميعادي المظبوط 7 وثلث اللي هو ميعاد طابور المدرسة، بس طبعا مفيش حد بيحضر طابور المدرسة خالص. طابور المدرسة ده يعني ممكن تعتبره حاجة يعني ملهاش وصف، يعني هي لازم يحضر طابور المدرسة، ولو ما حضرش هتلاقي المشرف او وكيل المدرسة يعني واقف لك على الباب يديك الكلمتين وتدخل. نبدأ نطلع الفصل على الساعة 8، بيبقى عندنا في اليوم 7 حصص في المدارس الانترناشنال. كل حاجة بناخدها في المدرسة بتبقى بالإنجلش، وطبعا بيبقى في جنسيات مختلفة في المدارس الانترناشنال، فبتبقى هو ده الفرق مثلا ما بين المدارس الحكومة، اللي هو الإنجلش بيبدأ في سن معين مش من هو أول ما بيخش مدارس. احنا مدرستنا مدرسة عربي، بندرس كل حاجة بالعربي، حتى الانجليزي بناخده بالعربي، يعني المستر بتاع الانجليزي ساعات يعني بيشرح لنا بالعربي، يعني ما فيش لغة بناخدها، وبناخد الماني، يعني دي اللغة الوحيدة الكويسة. نظام المدرسين عندنا نظام يعني مختلفين عن بعض تماما، في مدرس الفصل بيحبه ويسكت في حصته، ومدرس الفصل بيخاف منه ويسكت في حصته، ومدرس الفصل مش بيحبه ولا بيحب حصته وما بيحضرلوش حاجة أساسا. هو بصراحة يعني المدرسة دي بالنسبة لي كمكان بروح فيه عشان خاطر أقابل أصحابي، عشان خاطر نلعب مع بعض، عشان خاطر أسلم عليهم ونقعد مع بعض شوية، هي دي الحاجه الوحيده بصراحه اللي انا بروح بيها عشان انا بروح بيها المدرسه عشان خاطر اعملها. يعني ما ينفعش انا كده ما بكتسبهاش مني لنفسي، انا بكتسبها عن طريق حد اخر هو مسيطر على عقلي وهو اللي بيمميل الثقافه اللي داخل عقلي. دي اسمها ثقافه تبعي. طب دي اتجاه سلبي ولا اتجاه ايجابي؟ احيانا بس بحس ان انا بستفيد بوقتي، واحيانا بحس لا، لاني انا في المدرسه في حصص كامله وحصص لا، لان احيانا برضو بيشيلوا ما بيبقاش فيه مدرسين ومعظمهم بيغيبوا. احنا بسم الله ما شاء الله كنا 45 طالب بس دلوقتي 35، يعني ما قلناش قوي يعني، فاكيد اكيد في فرق في التعليم، يعني 10
غير 35، المعلومة بتوصل له أسرع وأسهل. خرج منها رجل يمتدح هذا الوفد وهذه الطبيلة التي ذهبت لكي تبايع النبي صلى الله عليه وسلم. الحصة تفاصيلها زهق أي حد، نفس الكلام، نفس كل حاجة، كل حصة يسأل على الواجب، يسأل على الكشكول، معكش الكشكول يطلع الدفتر، العصاية، الكلام دوت. يعني المفروض طالب ثانوي لو أنا من زي منهم الكلام ده بقى بيضايقنا، يعني ازاي المدرس بعصايه وكمان بعد الثوره. نظام المدارس الانترناشونال بيفرق في مثلا اللي هو التعليم بتاع الوزاره بيبقى فيه ادبي او علمي، لكن في المدارس الانترناشونال بيبقى كل واحد بيختار المواد اللي هو عايزها على حسب هيخش ايه في الجامعه. بياخد برضو تاريخ بس بتاع امريكا، US history، ده لازم يتدرس عشان يعني عشان مدرسة امريكان، فلازم عشان اقدر اتخرج لازم اخد المادة دي عشان هي بتبقى يعني اجباري ان انا لازم اخدها في ال 12 سنة التعليم بتاعي عشان اقدر اخش جامعة. الحصة بتاعت أي مادة احنا بناخدها في اليوم بيبقى مقسمة لكذا حاجة، يعني مثلا بتبقى على حسب أسلوب المدرس، إن هو مثلا يكتب على السبورة وإحنا نكتب وراه، يا إما في مدرس يقعد يشرح وإحنا نفهم وخلاص، يعني واللي يفهم يفهم واللي ما يفهمش ما يفهمش. أنا بدخل في نشاطات أنا لا لي علاقة بيها ولا لي أي حاجة، بس يعني بلاقي نفسي اتحطيت فيها زي الرسم. الرسم بيكون يعني إجباري، لازم ترسم، أكون في حصة الرسم أقول لهم طب ممكن أستأذن أعمل أي نشاط تاني، يقولوا لا لازم ترسم، لازم ارسم كذا، طب أنا مش بعرف أرسم. فيعني بحاول إن أنا أتهرب من الرسم بأي طريقة، يا إما بستأذن المدرسة يا إما يعني اللي هو بحاول أعمل أي حاجة غير إني أرسم. فترة الـ SSR اللي هي الوقت اللي بنقعد نقرأ فيه كتب دي بتبقى تلت ساعة بالظبط، بنقعد نقرأ في المكتبة، كل واحد بيختار الكتاب اللي هو عايزه، وبيبقى في يعني في آخر الشهر كل فصل بيبقى على حسب الناس قعدوا يقروا كويس وكده بيدوا لكل فصل يعني شهادة إن هم كانوا كويسين الشهر ده وكده. تعدي الحصة الأولى الثانية، ننزل الفسحة، نقعد نلعب كورة لحد مثلا الحصة الرابعة ما تيجي نضيع نصها. في مدرسين كتير ما بيعرفوش يسيطروا على الفصل، يقعد يشرح مع نفسه حاجات بيسيبها حاجات بيعديها، مش مهم الفصل يفهم ولا ما يفهمش. ساعات المدرس ما بيفرقش معاه، المهم هو شرح الجزء اللي عليه اللي مكتوب في الورق بتاعه انه يشرحه. ما وعادي بنضطر بقى ان احنا ناخد دروس، لا ان انا اخد درس مثلا في ماده انا مش فاهم فيها لازم اخد فيها درس عشان الامتحانات. التعليم كله معتمد على الدروس الخصوصيه، حتى انا يعني لما اكون قاعد في الفصل بلاقي مدرس يقعد يشرح اقول له طب بعد اذنك مستر مش فاهم الحته دي، يقوم قايل لي انا ماليش دعوه انت مش مركز يبقى دي حاجه بتاعتك انت. فالدروس بقى يعني هي اللي انا بعتبرها يعتبر هي الحاجه الوحيده اللي هتخليني ان انا انسان ناجح واللي انا هنجح فيها، وان انا يعني هي دي الحاجه الوحيده اللي انا معتمد عليها يعني. لكن حصص في الفصل وكل الكلام ده يعني ملوش اي علاقه اصلا بالتعليم. بقالي هنا في المدرسة 4 سنين، أصحابي في المدرسة فترة بالبريك بنقضيها مع بعض، ممكن برضو نقعد نلعب فولي مع بعض، بناخد تقريبا معظم المواد مع بعض، بس في حاجات مش يعني ممكن نصهم معايا في مواد معينة وفي نص تاني في مواد تانية. احنا زمان ما كانش فيه تنوع كتير في المدارس، بس دلوقتي معظم المدارس يعني بقت امريكان وكده، كان بقى فيه يعني تطور وحاجات كتير جدا في التعليم. بس انا يعني من اول لما حاولت امريكان كنت عايزه احاول عشان الامريكان اسهل،
وانا كنت ساعتها بلعب رياضه كتير قوي، فكان بالنسبه لي محتاجه حاجه يعني تسهل عليا ما يبقاش فيها مذاكره كتير وكده. المفروض ان المدارس الامريكان بتعتمد اكتر على البروجكتس والتفكير والحاجات دي اكتر ما هي بتبقى مذاكره وحفظ وكده، فيعني بتوسع طريقه التفكير وبتخلي الواحد عارف ايه اللي بيحصل اكتر من اي مدارس ثانيه. يعني في المدارس الثانيه بيبقى عايزين مثلا يحفظوا المنهج ويخشوا بيه الامتحان، بس مثلا في الامريكان بيبقى قصدهم ان الناس يعني تستفيد من اللي بيدرسوه ويطلعوا بيه اكتر، ويعني يستفادوا منه عشان ما يبقاش بس مذاكره وعشان الامتحان، لا عشان حياتنا اساسا يعني تبقى عامله ازاي. المدرسة النهاردة ما بقتش جدران، ما بقتش 8 ساعات دراسة، ما بقتش سور وجرس، المدرسة بقت حياة كاملة، حياة بتديني كل نواحي الحياة اللي أنا ممكن أتخيلها أنا بعيشها في المدرسة، كل نواحي الحياة اللي أنا ممكن أبقى محتاجها كطالب موجودة عندي من خلال مدرستي، فده الارتباط ما بين المدرسة والطالب والبيت. انا كمدرس احتوي الطالب، ازاي اقدر اتعامل معاه اديله مساحته عشان يقدر يعبر، لكن اوقفه واقول له انت تعبر عن رايك زي ما انت عايزه بحريه تامه من خلال اطار معين، اطارك هو احترام راي الاخر. في مدرس فاهم السن بتاع الطالب، احتياجاته ايه اللي ممكن يكون متماشي معاه اكتر، طبيعه السن بكل انفعالاته، كل ده كله محتوى من خلال المدرس اللي هو بيعتبر قدوه طبعا للطالب. خلونا نسال سؤال منطقي، سؤال عقلي. لو انا المسؤول عن المدرسه، انا ومحمد رفعت والاستاذ اسامه الرئيس، احنا مسؤولين عن المدرسه، واحنا جينا قعدنا مع حضراتكم وقلنا لكم ايه رايكم يا جماعه في اللبس، فطلع خمسه من هنا قالوا احنا عايزينه يبقى كذا، وخمسه من هنا قالوا احنا عايزينه يبقى كذا، اداره المدرسه تعمل ايه؟ انا رايي ان هو في اصلا تحط واضح احنا مرشحين من اول السنه، وتدريجيا كده لحد ما وصل ان في امين والحاجات دي كلها يجتمعوا بيهم، هو اجتمعوا قبل كده بس زي ما سام بيقول يعني سمعوا انا يعني اكيد اكيد لو هم 10 اكيد ما فيش خمسه يقولوا كده وخمسه يقولوا، يعني مش هيتفقوا اكيد على راي واحد، دي الحقيقه كده. خلاص ناخد راي الشورى، لو سته قالوا مثلا بالاغلبيه، قصدك بالاغلبيه بالاغلبيه سته قالوا نعم خلاص يمشي كده. حبينا نعمل حاجه مختلفه عن كل السنين، كل اتحاد طلبه بيجي بيعمل مسابقه، بيعمل دوري، بيعمل حاجه، احنا مع الكلام ده حبينا نعمل حاجه مختلفه. بداها الاتحاد ان هم يعملوا مجله مطبوعه، ان احنا نجهز مجله بديزاين بتاعها اسمها صوت، كان اسمها صوت الطلبه، ونروح نطبعها في مطبعه ونيجي نبيعها للطلبه. حصل عليها مشاكل وكان المفروض مش هتتنشر، وكانوا عايزيننا نشيلها وكده. كان في مقاله لطالب اسمه محمد عبد المنعم، ده كان كاتب مقاله عن المدارس الخاصه، كان فيها مشاكل المدرسه ويعني نقط عامه يعني. بيقول لي المقال ده دلوقتي فيه كذا وكذا وكذا حاجات مش كويسه، قلت له ايه بالظبط؟ قال لي على كذا نقطه في المقال، قال لي على نقطه كنت كاتبها عن المصاريف، الكلام ده حصل فعلا السنه اللي فاتت، زودوا 200 جنيه كانوا ادولنا ورق في زياده 200 جنيه على المصاريف المدرسيه. جيت بعد كده عدلت المقال، طبعته ان هو الموضوع ده خارج عن اراده المدرسه، يعني طبعت نفس المقال وكتبت بين شرطتين ان الموضوع ده خارج عن اراده المدرسه. بعد ما برجع من المدرسة بروح دروس، فطبعاً بتبقى دروس بتطول، بتقعد بتاع ساعتين كده. اليوم بيضيع أصلاً على بال ما أنا أكون روحت الدرس، يعني مثلاً نقول نص ساعة رايح ونص ساعة جاي، أكون يعني
حتى انا ما لحقتش ان انا اعمل حاجه، ويعني معظم الدروس اللي انا باخدها بتكون بره البيت. بحس ان البيت المصري بيعاني من حاجه اسمها دروس خصوصيه، وانا عارفه ان طبعا ده مش ليا لوحدي، ببقى انا واحده موظفه ومعايا مكتب زمايلي، اجي ابص الاقي نفس الشكوى اللي انا بشتكيها هم كمان بيشتكوها. وبحس ان الاسره المصريه بتعاني جدا ايام الدراسه بالنسبه للطالب وبالنسبه لولي الامر. احمد بيجي له المدرس في البيت حوالي 3 مرات، وبيخرج مرتين بره البيت. فالمرتين اللي بره البيت دول انا بعاني فيهم طبعا، على اساس اللي انا بروح اوديه بحس ان هو مكتئب. ليه؟ انا ما عنديش وقت اخرج، ما عنديش وقت اتفسح مع زمايلي، ما عنديش وقت امارس الرياضه اللي انا بحبها، كل يوم درس وكل يوم اخرج من المدرسه يبقى عندي مدرس، يا اما اروح لمدرس. بدأنا بالمدارس الناشونال وقعدنا فترة فيها لغاية تالتة أو رابعة ابتدائي، وطبعا مع إنه هي كانت لسه صغيرة لكن برضو احتاجنا إن احنا ناخد دروس، واحتاجنا إن احنا مضغوطين من واجبات لامتحانات لدراسة، مش مشروح كويس في الكلاس، ما بيعملوش اللي عليهم كويس، بيعتمدوا أكتر على الدروس. طبعا حاجة مش مريحة لا لينا ولا للبنت يعني. لكن بعد كده لما نقلنا بقى في الانترناشنال الحكايه بقت مريحه، الدراسه بتبقى بالنسبه لها فيها استمتاع اكتر، ان هي بتعمل سيرش مثلا على الانترنت، بتشوف المواضيع بتتكلم فيها ايه، المطلوب منها ايه. حتى مؤخرا في مدرستنا دلوقتي لجأوا لحاجه ظريفه جدا مؤخرا، وهي ان هو ما بقاش في حتى الكتب بتاعتهم، بقى المواضيع او المناهج كلها نازله على تابلت وبيدوها لهم، بتبقى حاجة بسيطة يعني بالنسبة لهم، حاجة لطيفة خالص، الحكاية ممتعة يعني. عمر كان طالب هادي يعني في طبعه، مش مزعج، بيمارس حياته بشكل هادي جدا، يعني ما صادفنيش معاه أي صعوبات، ومعتمد على نفسه لحد كبير يعني في مذاكرته، في كل في حياته يعني، اي حاجه بيحب ينجزها لنفسه بدون ازعاج. بتابعه من وقت لاخر بس متابعه فقط يعني، لكن ما بتدخلش في نظام مذاكرته واسلوبه، اذا احتاج هو مساعده مني او من مدرس او درس هو اللي بيقرر مش انا. فانا يعني كنت حريصه من الاول ان هو سواء هو او اي حد من اخواته انه يتربى بنفس الشكل يعني. انا ما بعتمدش على دروس خصوصيه، ان هو اصلا انا شايفها يعني نوع من الفشل ان انا اكون كل حياتي معتمده على دروس خصوصيه. انا ممكن لو في ماده محتاج اخد فيها حصه حصتين باخد درس في ماده، انما تكون كل حياتي عباره عن دروس خصوصيه ورايح درس وراجع من درس، ما ماليش حاجه تانية. فلازم انا ليا حاجه، ليا مواد بعتمد، لازم اعتمد فيها على نفسي، بحس اكون يعني اقدر ان انا اذاكر من غير ما حد هو اللي يذاكر لي. انا لما اكبر ما اظنش ان الاقي حد بقى درس والكلام ده، حاجات زي لازم انا اعتمد على نفسي. البدايه من الانتصار والنهايه ده غصب مش اختيار، املك باين واضح وساطع بس انت متنازل وعنه قاطع. اكتر هوايتين ان انا بحبهم هو الغنى والتمثيل، هما دول الحاجات اللي انا ان شاء الله عايز اركز فيهم، وان انا عايز اكون فيهم حاجه في المستقبل يعني ان شاء الله. وانت جنبنا انسى القديم وتقدم للامام. المدرسه مش بتساعدني خالص ان انا يعني امارس نشاطاتي يعني، او ان انا احاول ان انا انمي كل المواهب اللي عندي. عندي بقى واحد صاحبي دايما بروح له، بكون حافظ الاغاني وبروح له هو بيعزف عليها وانا بغني معاه. وانا كنت الفت 3 اغاني، كان فيهم واحده
كانت عيلتي كانت انبهرت بيهم جدا، واصحابي كلهم كانوا حبوها جدا. هي اسمها تقدم للامام. الاغنيه دي بتتكلم بقى عن الامل، وان الواحد لازم يسعى، وانه ما يستسلمش خالص للحياه وكده، وانه لازم ان هو يشوف شغله يعني. كان عندي كاميرا عادية، بعدين عجبتني فكرة ان انا اجيب كاميرا تساعدني اصور بطريقة احسن. بدأت اصور اي حاجة بلاقيها ممكن تتصور يبقى شكلها حلو، بدأت اصورها. بس بعدين عجبتني الفكرة، فهي دي الحاجة اللي ساعدتني اكتر ان انا اخش في مسابقة اللي هي كان اسمها جينيس اولمبياد. المسابقة دي هي في امريكا، المدرسة هي اللي قالت لنا عليها. بعدين قدمت فيها، كان في كذا حاجة ممكن اقدم فيها، ممكن تصوير، ممكن اعمل بوستر، ممكن فيديو، ممكن اكتب قصة قصيرة، بس اخترت ان انا اصور. في المسابقة كانوا محتاجين اي حاجة ليها علاقة بتلويث البيئة، مثلا زي شجرة مقطوعة ميتة، او دخان، او العوادم بتاعت العربيات، او السجاير مثلا وسط الزهرة. طبعا صورت صور كتيرة قوي في المدرسة، هما اللي ساعدوني اختار الصور. الصورة كانت عبارة عن واحدة ماسكة ورق شجر وبتلزقه على غصن شجرة يعني ميت، عبارة عن بس الغصن كده فاضي. هي كده بتدي ان هي بترجع الحياة للشجر وكده، فهو بيساعد عن مساعدة يعني عامة في البيئة. وسافرت بعد كده، كان معايا واحدة صاحبتي برضو تانية، كنا سافرنا، هي كانت عاملة بوستر، واحدة تالتة كانت كاتبة القصة. وطبعا عملنا شرحنا الصوره وكده، وفي الاخر كسبنا. انا اخدت ميداليه اللي هي الفضيه، واحده صاحبتي تانية اخدت ميداليه فضيه في البوستر كانت عاملاها، واللي كتب القصه كانت اخدت شهاده. بعد اليوم الدراسي، بعد ما اخلص برجع من المدرسه يعني اخلص واجباتي وكده، بروح دار النشر بتاعت والدي بساعده فيها هناك. اخويا هناك هو ماسك الشغل مع والدي، برص معاه كتب، بنحضر طلب، بنراجع كتب يعني في الوقت الفاضي بتاعي. وانا برضو ان انا بقرا كتب هناك، بثقف نفسي يعني، كتب عناوين مفيده ثقافيه يعني بنمي بيها نفسي. ده بيكون كله في الوقت الفاضي بتاعي بعد المدرسه وبعد في الاجازه، بعد ما اخلص كل واجباتي وشغلي والدراسه. انا بالنسبه لي الدراسه مش مهمه كمناهج وككتب بس مهمه بالنسبه لي كمهارات، ان انا اكتسب مهارات اعيش بيها في حياتي. احنا في مصر التعليم مش وسيله لمستقبلك، هو يعني عباره عن فتره لازم تقضيها. كله شخصيته، وانا بالنسبه ليا الشخصيه القويه هي اللي تكون فارده راسها. دابا احنا في الليسي بنادم عنده شخصيه قويه، فارد راسه بالهضره، الافعال ديالو بحال هادشي هذا. اما اللي تيكون مسكين مطاوي على راسه مخبي، هذاك ما عندوش لا فرصه باش يجتمع مع الناس ولا فاش يبين داك الشخصيه. وخا تكون عنده شخصيه لداخل طيبه، يقدر يكون مبدع لداخل، ولكن ما عطيش فرصه لراسه باش يبين الناس شكون هو. Thank you.
هو في الليستي ديالنا كل لباس كيبغي يتميز، كاين اللي كيتميز باللباس كنظن بان حوايجو هما كلشي، كاين اللي تيقول لك التميز هو انك تكون زوين، انا زوين على الاخر صافي انا عندي كراد عليه عندي درجه، كاين اللي تيدير شي تحسينات غريبين لدرجه ان الشعر ولا تحدي، كل كيبغي يدير شي تحسين احسن من الاخر اللي ما عندش الاخر تيبدع في شعره نقول هو نقط فين ما كانت عندك نقطه قوه كاين كيعتبر هذيك النقطه القوه اللي عنده هو تميز على الاخر. المجتمع ديالنا كيحكم بزاف على المظاهر، الناس يشوفوا عليا انني رياضي، العقل السليم في الجسم السليم، الرياضه كتعطيك الرقي، ملي كنتريني كنحس براسي في واحد عالم زوين اللي كنرتاح فيه، الرياضه كتساعدني باش نكون متميز. كنحس بانني حر وسط المدرسه، عزيزي نكون اجتماعي، عزيزي نسلم على هذا نهضر مع هذاك، حيت الدراري في المدرسه كنشوفهم يوميا على عكس الدار، كنعتبر ان المدرسه باللي هي داري الثانيه. الله يخليكم. ايه نوال محمد عميل الشرقاوي العروي بوتهيم مغلاوي. بالنسبة للتلميذ المغلاوي السنة الفائتة كان مشاغب جدا، يعني كان مشاغب وكان تجي عدة شكايات من تقريبا جميع الأساتذة اللي كان تيدرسوا. دوزوا للمرحلة الثالثة، بما تميزت؟ العام اللي فات طرا لي واحد المشكل اللي خلاني نتبدل، اللي هو خلاف مع واحد الأستاذ ديال الإنجليزية، هو مشكل واحد مع الأستاذ صدق خرج لي العام كامل، رجعت مشاغب. بالنسبة للتلميذ مغلاوي هو أول حصة دخل عندي حاول أنه يثير الانتباه ديالي على أنه هو الصورة اللي عنده عليا هو أنه ذاك الأستاذ المتسلط، الأستاذ الديكتاتوري، الأستاذ الذي لا يغلب، وهو في السلوك ديالو جا باش يهرس هذه الصورة باش يكون هو الزعيم ديال القسم، دائما القسم عنده واحد الزعيم، إذا هو حاول ياخذ ذاك الزعيم السلبي اللي بيه غادي يكسر السلطة ديال الأستاذ. ناري ما نقولكش على هذا الأستاذ اللونجلي، هادشي يلاه شنو ندخلوش يقولنا ضروري الدفاشر يراقبهم، كاع المهم شي عطينا تمارين بخصوص صفحات جوج صفحات، وإلا ما لقاهمش مخدومين عنده الناقص والغياب وبرا. أستاذ تيبغي يكون رسمي شوية زعما كاين يفرض الوجود ديالو باش يجعل التلاميذ ينضابطوا. حتى وصل ذاك النهار اللي هو جيت ما جايبش الدفتر قال لي نوض خرج، انا حسيت بحال هذيك اهانه انا خرجك، هو ما راقبش جميع التلاميذ جاب بالضبط عندي انايا، حيت انا شخصيتي شويه نشيطه ومريحه بحال بنت لي انا كندير شي شغاب ولا شي حاجه بحال هكا، قال لي نوض خرج. هديان القليل زكريا القمري راتيب لاودلي كود باسي باس مغلاوي موفالي Did you finish copying your lesson? Yes. Oh, let me see please. القسم ديالي كان بغيت يكون فيه انضباط تام، يعني انني كنحاول قدر المستطاع كنلزم التلاميذ باش انهم يقوموا بالواجبات ديال المنزليه، يعتنيوا بالدفتر ديالهم، ياخذوا حقهم في القسم من الاسئله من اللي يمكن لها تبسط لهم. Yeah, this is good. But you need to cover your copy book. What? In English. Okay, so وهذا كيتطلب شويه ديال الحزم لانه القسم كنتلقاو فيه الان بزاف ديال الانواع ديال التربيه، ولكن كاين قاسم مشترك وهو انه الاستاذ خصو يمثل الجانب ديال الانضباط. هذا الانضباط التلاميذ كيفهموا على انه نوع من التسلط من طرف الاستاذ. Yes, where is your copy book? هادشي عاد قديتي؟ لا شي كان قادر انا ضد ديك الجانب اللي كيركز على الزجر ولا على التغوت ولا هذا، ما غاديش نجي نقول له الدفتر خصو يكون الا ما كانش هكا تخرج،
غنجي نقول له شتي الدفتر هو التصويره ديال التلميذ كي كتبغي تصويرتك تكون زوينه اذا انت الكتاب خصو يكون زوين الله يخليكم شركه الحليب بغات انتبه شركه الحليب مثلا بغات اموال ما بغاتش تمشي للبنك غتمشي للشركه للبورصه للبنك هي اللي خاسره في هذا الشيء كله ما جاوش تسلفوا من عندها اش كدير غتمشي للبورصه وتعرض لهم بحال تعرضت لهم عرفتي ولي هنا غنشدكم هنا ما هو الشرط الذي يتغير كيعجبني الشراك ونحضر الدروس ديالي حتى انا الدرس ضروري تكون طريقه الشرح اللي مهمه ومهمه بزاف يعني الاستاذ هو اللي خاصو يوصل التلميذ الدرس ويحاول هو يجرو عنده ماشي تيشرح ليه بشي طريقه اللي كيجيب ليه الملل ويجيب ليه الناس وبعض المرات اللي تيخليهم كيكره ديك الماده وماشي ماشي بغيش يحضر ليها نهائيا راه تلامت هما راه فيهم وفيهم فكاين اللي كيكون منتبه مركز غادي مع هذا كاين اللي كيكون ساهي كاين كنقول لهم انا الى شاركتيو هذا عطى شويه الاخر شويه الاخر وتشاركنا في بناء الدرس غيولي ديالكم وكيبقى التلميذ يعطي احسن ما عنده واحد النهار جيت لقيت الاستاذ كيفرق نقاط جا وصلت نوبتي عطاني الورقه جيت لقيت نقطه ما كايناش نقطه طايحه بزاف بحال شي تصرفيقه ضرني صراحه ضرني خاطري النقطة ديال التلميذ هي ما كتخضعش للمزاج ديال الأستاذ السلم ديال التنقيط مبني واضح للتلاميذ عند كل سؤال شحال خصو ياخذ ديال النقطة التنقيط ما كاينش يعني تصفيات حسابات نهائيا هي عملية موضوعية منطقية ما يمكنش تكون فيها هذه الحالة نهائيا قلت لي كيفاش هذه النقطة هذه قال لي جاوبني بشي هضرة اللي ما عجبتنيش نحت لي الورقة ضربت واحد الطاولة قلبتها تخرجت تحت الباب مشيت النهار اللي قلب الطاولة كانت هذيك هي النقطة اللي أفادت الكأس يعني هذا الشيء اللي هو غير مقبول ما يمكنليش نقبله وفاش خرج خديت القرار باش أني نعرض على المجلس التأديبي باش ياخذ حقه العقوبات اللازمة مع الحقوق اللي تعطات للتلميذ أكثر من اللازم ما بقى عندنا ما نديرو أستاذ تيدخل عنده إنسان داير ديك في ودنو داير طربوش إلا قال له حيد طربوش تيقول له لا علاش غنحيدو علاش غنزولو هادشي ما خصوش يكون خص ترجع على ديسيبلين كما كانت ماشي غنقولوا ديسيبلين دو فيغ بحال اللي كانت فوقتنا حنايا وداك القمع اللي كان فوقتنا حنا ولكن اللي يجي يجي يقرا ويحترم الناس اللي تيعلموه بسوق الدنيا جيالك وحشني ونفسي اقولها لك احنا راه كنديروا الفوت اننا ما كنفهموهمش مزيان ما كنفهموش يعني ما كننزلوش عندهم وبغيناهم يطلعوا عندنا في واحد ليماج اللي يعني مثاليه المثاليه راه ما كايناش والنقائص راه موجوده عند الجميع فلذلك انا كنقول ان الاستاذ يهبط عند التلميذ والتلميذ هو يبذل مجهود يطلع شويه عند الاستاذ ويتلاقاو في واحد الخط عندنا في شي عنده معطل قلت ليه الاستاذ راه كيفاش وكيفاش قلت راه تعطلت شويه حسن هو يسد عليا الباب وبغيت نقز من الصوره وما خلاونيش وفاش جيت عنده في اخر الحصه قال لي انا ماشي سوقي جيب لي مبرر ولا ورقه ولا شي حاجه ماشي تعاملش من مازال اجي لاجي اجي لاجي لاجي دخلتو ما تخرجو حتى سنه تصل استاذ يكون عنده شخصيه قويه معقول كومبيتون تيشرح لهم مزيان جميع التلاميذ يحترموه وما تيغيب عنده حتى شي واحد ولا كان الاستاذ ما متمكنش من الماده ديالو ما متمكنش من ما عندوش شخصيه قويه راه ما غيمكنلوش يدرس في هذه الظروف تيولي عنده سوق اكثر من نص القسم ما تيكونش حاضر عنده سي محمد ماشي مشاغب في الدار زعما تيعاملنا معامله زوينه حنا تنعاملو معامله زوينه العام اللي فات كان تغير بزاف المعامله ديالو خايبه ولا تيجي كئيب بوحدو في الدار تيبغيش يتفرج معانا ما تيبغيش يجلس معانا كاين واحد المعلم تيشد معاه الضب تيجي تيتشكى منه تيقول لي يا ماما هاد المعلم دائما اللي درت حتى ما تيتقبلهاش مني داوني للمجلس التاديبي وبداو تيعاتبوا فيه بديت ندافع على راسي لان بعض الاحيان معايا الحق عندي الحق فهمتي
اني شي حوايج مثلا كما قلت لك قبيله كلي يشرح ليا وتجاهني، قلت لهم في المجلس التاديبي. راه المشكل هي صراحه بدا من عنده، بدا من عند الاستاذ ماشي من عندي انا. المجلس التاديبي دز فيه ثلاثه المرات، كنت تاخذ التوقيف وكتمشي ترتاح في داركم 15 درهم، كتجي تعصري قدام المدرسه وساع. شنو رد الفعل الخايب اللي ممكن يجي من عند التلميذ وهو يسد؟ راه هو جالس قدامك كيشوف فيك بحال ما كاينش، علاش ما تخليش ديك القنطره انت دوز منها وهو يدوز منها؟ So, Sarah has not watched a match. Is this clear? خاص التلميذ يشارك باش الاستاذ يعطي واحد الاهتمام، يشرح ليه الاستاذ اللي شافو بحال هكاك يشرح ليه مزيان، ماشي يبقى ديما مهرب منه. عندي صحابي من جميع الانواع، كبار صغار، تيقراو كوساله. 15 معاك في بعض الاسئله. شنو هي؟ باغي نشري موطور انا وما عرفتش شنو الموطور. ايه الطوبيس خدم. الطوبيس مزيان، انا بقى طالع وسط السلايت هي بزاف زعما عنديش. خو التران. التران ممنوع السلايت ورا سبحان الله. ممنوع السلايت ورا سبحان الله. عنده صحابه بزاف. وديما انا ما عارفهمش اي وخطره كيجرطقوا عليه فعلا كيعيطوا عليه تيدي وتمشي معاهم تنقول له ودي اقرا. فاش حاضر اللعب انا عندي جوج صحاب هذه مده 30 سنه انا عندي جوج ديال الصحاب وهو دائما كل نهار جايبين جوج ثلاثه اربعه هذه راه عام راه مدوز مع 500 صاحب هما الاصدقاء تاثروا على الانسان هذه معروفه كاع الناس يقولوا ما تمشيش مع ناس خايبين راه غياثروا عليك يدوك بلاصه خايبه ولكن بالنسبه لي انا كنأثر على صحابي ما كنبقيتش هي اللي بقات فيا وغيرتني هاد النهار فهمتيني واخا غنمشي ناكل غنطيح جوج كيلو جوج كيلو وانا صغير وائل وائل هو اللي عصبها اليوم لا خرجت ضرب عشرة شوف فيا اجي نغني لك الشهر واخا نضحك شوف فيا كنعتقد وميري زين ما غنديها كان عنده شي مشكل ما تنبغيش نعاودو له نهائيا ما هو تيخدم في الخدمه برا تيجي باش يرتاح ما خاصنيش نعاود ليه المشاكل ديال الدراري ما يتقبلهاش يكون في ذاك الوقت هو عنده مشكل كثار يعامل الدري خايب يقدر يخرج من الدار يقدر يسبب في شي حوايج خطيره اكثر من كلشي وخبى النتيجه ما قال لنا لا والو حنا ملي سمعت انا سقط ما عجبنيش الحال طافينا الحال وين ما عندنا ما نديرو هادشي اللي عطى الله هو اللي باين باين هو اخيب نهار هو نهار خرجوا النتائج مشيت لقيت راسي ساقط عرفت بلي ضاع لي عام من حياتي ما بغيتش الوالد يشوف عليا ديك النظره صراحه خصوصا ان سنوات هو ضاع فيه واحد الثقه وتجي في نهار واحد تبدل لك نقول الا ما غلباتك القرايه ما قدر شيء تعال تعلم الصنعه معايا تخدم عاون منا تعاوني منا تعاون راسك تعلم ليها وحنا رانا غنكبر غنعيا نمشي بحالي غنصيبك حتى المحل ديالك انت تصبح محلك تصبح بصنعتك ماشي بحال ما صنع بحال ما عندك صنعه ما عندك قرايه ما عندك حتى حاجه الحياه كلها راه خاصها تكون تبني على شي حاجه ايوا نتمنى الله كان العام ان شاء الله الجهاد طلبوا الله العام ترجع ان شاء الله شوفي أمين عاودت بلاصه باش نعطيوك الكره قلت له بحال دابا انت قدامك الورقه صفراء سكيف يدير افيرتيسمون
ليطاب الجايه غتكون الورقه الحمراء. هاد العام رجعت بواحد النفس جديد ورغبه كبيره باش انني نقرا ونخدم ونجح هاد العام، ولكن المشكل انا لقيت راسي تحت عن نفس الاستاذ. هاد السنه فاش جا عندي المغناوي في القسم شفت الاسم ديالو في اللائحه، يعني ما تفاجاتش، خديت الفكره انه هاد التلميذ هذا اللي كان عندي يعني حاله نشاز السنه اللي فاتت، قلت غادي نراقبه. اول شيء بعدا ان التلاميذ كيجيو القسم يعني مأخرين واحد اسبوع من بعد انطلاق الموسم الدراسي، كان هو اول واحد اللي جا هو واحد جوج ديال البنات، وكانت هذيك هي المفاجاه ديالي. فكرت مزيان انني ما نبدلش القسم، واخا جيت عند نفس الاستاذ، حيت هو واخا استاذ صارم هو احسن استاذ ديال الماده الانجليزيه عندنا في المؤسسه. نمبر 2 سكند فاول تولكد، يو برونونس تولكد. نو بروبليم نو بروبليم. مغناوي مغناوي لوك لوك بليز يور اتنشن يس بليز يو ستاند اب ستاند اب. ان انجلش وي برونونس توك توك توكس، ات مينز ذا ال از سايلنت، ات از سين بات ات از سايلنت. توك ريبيت توك. سو اند ذن ذا سيمبل باس از توكت توكس. فيري جود. ما طلبت منه المسامحه، ما مشيت عنده ما حتى حاجه، قلتها لي بطريقه غير مباشره انني بديت تنحضر وليت تنكتب الدروس ديالي كنخرج التمارين ديالي. هو شاف داك، شاف فيه واحد التغير. لاحظت بان السلوك ديالو اليومي تبدل بواحد الشكل كبير جدا. الصباح كيجيب الكتب ديالو، تيقوم بالواجبات المنزليه، تيدون جميع الملاحظات اللي ممكن تلميذ عادي انه تيكون منضبط يقدر تغفل ليه، هو ما قد تغفل ليه حتى شي حاجه. مغلاوي تبدل هذا العام وما كرهتش نولي في حاله انايا، ولا تشارك في المسرح مع اي حاجه ديال المؤسسه مزيانه تيدخل فيها، دخل في المسرح في الرحلات. جا باش ينخرط في نادي ديال المواطنه، قال لي استاذ انا بغيت نشارك معاك في اللجنه ديال المسرح. والان هو منخرط وعضو نشيط ونشيط جدا في هذا النادي هذا. سقطت لي 10 دراهم ولم اشعر بها، بحثت في جيبي ما وجدتها. اين هي؟ اين ضاعت مثلي؟ ربما تكون خرجت من الطريق الذي الصمت الصمت الله يخليكم. خليكم. انا اؤمن بان لكل مقام مقال، القسم هو عنده مقال ديالو وخارج القسم عنده مقال ديالو، اذا هذه الانشطه الموازيه هي المكان اللي ممكن انه جميع التلاميذ كل حسب ميولاته فين يضحك فين يلعب، الشيء اللي كيجعل حتى الحوار ما بين الاستاذ وما بين التلميذ كيسهل علينا في القسم، كيولي التلميذ عنده عندك صوره كيولي يفرق ما بين الاستاذ المهني والاستاذ الانسان. واختر لنفسك منزلا تعلو به أو مت كريما تحت ذل القصبري. موت الفتى في إرهاح وهنينا صاحبي. والمسرح بالنسبة لي واحد المتنفس، كان حتى نحس براسي حر ندير أي حركات بغيت، يشوفوني صحابي كنبغي نتقاسموا مع الآخرين. شعري قد سبقني إلى كل قرية وقبيلة، فأنا عنتر شداد أسود البصرة. هاد الأنشطة الموازية كانت مناسبة كبيرة بالنسبة ليه كتلميذ ديالي وأنا كأستاذ ديالو، أن نكتشفوا صور أخرى على بعضيتنا البعض. شفت ملي غادي نتقرب منه غنولي ندوي معاه، غنولي نشوفه خارج الحصة، غنولي نشوفه كإنسان ماشي غير ذاك الأستاذ الصارم اللي كنت كنشوفه العام اللي فات. كل تلميذ تلميذ خاصو يعرف أنه من حقه يقرأ، ولكن من الواجب ليه أنه خاصو يوفر شروط ديال أنه يستافد من هذا الحق. We are going to read this dialogue first. Yes, Manawi, come to the board. ولا عزيز عليا نشارك. هي واخا تنغلط بحكم انني ما عنديش مع الانجلي مزيان، كنغلط وكيصلح ليا بحال شحال هذيك، كنت نحشم انني نجاوب كنقول غيضحكوا عليا صحابي. دابا واخا كنخطا هانيه. Should we go now? Yes, come on. I think it's the first just time we see each other. كتعجبني ديك المنافسه، حتى انا نهز صبعي مع التلاميذ كنحس بانني موجود كاين. Very good. Go back to your seat. Now I want two other people to read by themselves from their seats. ما فهمناش هذاك التركيز العمودي والتركيز الافقي. لا اشرح لينا علاش. هذا العام غندير جهدي كامل باش ننجح، حيت باغي ننجح ما نضيعش عام واحد اخر. دابا قربت المرحله ديال الامتحانات، ولينا كنتجمعوا كنحضروا، فين ما شي واحد شي تلميذ معنا متميز في شي ماده كنخليو يكون قريب منا يشرح لينا. حنا دابا في الامتحان كنتنافسوا كنجادوا اننا شكون اللي يجي الاول. هاد المهنه انا فيها اكثر من 3 العقود والتلامذ، كاين واحد التغيير، العلاقات بحال ولات بارده بين عباد الله، كلها شاد ديكرون كليك 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 كليك، فين هو داك التواصل العائلي، فين داك الدفء، ما بقاش.
وكلها خاشي راسو في ليكرو. ولا دابا اللي تلف كيمشي لجوجل كيمشي يجبد كاع المعلومات من تما وكيجي يقراهم علينا بحال هو اللي خادمهم. هذا الجيل تيبغي كلشي واجد، تيبغي ماشي كلشي واجد، تيبغي سهله، يبرك على بيطينا في ام بي سي الانترنت تعطيه كلشي. حنا في العهد ديالنا الا بغيتي دير سوجي خصك تقرا عليه جوج كتبه ولا ثلاثه، التلميذ يضرب حتى الخمسه حتى العشره د الكيلومتر في النهار باش يمشي يقرا، وكان تيقرا. هادو ما عندهم حتى شي عذر. هل جئت تطلب نارا ام تشعل في البيت نارا؟ امشي عبد العزيز. دائما هناك فرصة ثانية للانطلاق، وهي اللي كنعيشها هذه السنة مع الكلية. هي فترة بحث عن الذات، فترة إبراز الشخصية والإشارة على أنه موجود. نتمنى ينجح هذا العام ويفرح حتى هو ويدير بحال صحابه ويكون تلميذ في المستوى. الحلم ديالي هو نجيب شي نقطه زوينه في الباك ونخدم شي خدمه مزيانه في المستقبل ان شاء الله. الحلم ديالي هو انني نكون طبيبه ديال الاطفال. كنتمنى نكون شي حاجه في المستقبل في المسرح ولا شي ممثل شي حاجه. وان شاء الله نقرا قانون نتخرج نكون محاميه ان شاء الله، ندافع على المظلومين اللي عندهم قضايا. المهم ان شاء الله يسهل علينا ربي. الحلم ديالي انني نقرا هذا العام ونجحو ونشد الباك ديالي بشي نقطه مزيانه ونولي استاذ ديال التربيه البدنيه، وفي نفس الوقت غتخليني هذه المهنه قريب من الرياضه، حيت انا الرياضه كنعتبرها العالم الثاني ديالي. حكايات حكايات الموضوع حكايات شباب وبنات تصويت وانتخابات مناضلين بشهادات سجون مظاهرات حكايات 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 في أسباب مراهقين وشباب وعاملين فيها أحباب مع أعجاب ابن فلان وبنت فلان في فرحان وفي زعلان كل هذا عشان تناقض لا ترابط تجاهل لا تهابط ضياع التئام هروب شروط للنسيان وبالإنجليزي كرز كمان هلا عمي كمان تحت الشخصية الجنس والجنسية طلعت الهوية حالة حبي ممزوج بأنانية الحياة صار مجرية حكايات